على التعبان الالي جثه حضور الاساتذه الكرام وايضا بحضور اللي معنا اليوم في القاعه. سعيد بالتواجد معكم وسعيد بتلبيه هذه الدعوه للحديث حول هذا الموضوع. نستغل هذه المناسبة اللي احنا مجتمعين حولها اليوم للحديث على دلالة العفو الملكي لتثمين هذه المبادرة مرة أخرى. وصراحة أعتقد أن مثلي من يمكنه أن يتحدث عن الشعور الذي ينتاب المعتقل الذي قضى سنوات من السجن ثم فجأة يتمتع بالعفو الملكي بحكم أنني كنت واحدا من الذين استفادوا من هذه المبادرة الملكية وأعرف آثارها النفسية على المعتقل نفسه وعلى أهله وذويه وأسرته وعائلته. وما ربما ما لا يعرفه الجميع هو أنه المعتقلون عموما ليس فقط المعتقلين السياسيين وإنما المعتقلين كافة في كل السجون يعيشون كل يوم من سجنهم وهم يترقبون هذه اللحظة لأنهم تيكون عندهم في الأول الآمال في المسار القانوني، تيقولوا ربما في الاستئناف يفرج عليه ولا تخفف مدة السجن، تيدوز الاستئناف تيبقى في السجن تيطلب النقد يرفض طلب النقد فانقطع المسار القانوني. وبالتالي الآمل الوحيد الذي عنده بعد الله سبحانه وتعالى هو أن يستفيد من العفو الملكي، ولذلك يظل دائما في حالة ترقب لهذا العفو. حتى أحيانا أنا وقفت على حالات انتكس فيها بعض المعتقلين نفسيا لأنهم كانوا يترقبون أن يتمتعوا بالعفو ولم يستفيدوا منه. وخصوصا بما أنني دابا نتكلم مع منابر صحفية، خصوصا لما بعض المنابر الصحفية تتخرج أخبار بأنه من مصدر مطلع فإن عددا من المعتقلين سيستفيدون من العفو في المناسبة القادمة، لا يمكنهم أن يتصوروا الأثار ديال النفسي وحالة الترقب التي تكون داخل السجون في انتظار تلك المبادرة. هذا على المستوى الإنساني. على المستوى السياسي لا شك أن أيضا العفو الملكي هو أحد الحلول الكبيرة على مر تاريخ المغرب للإنهاء مع عدد من الملفات المحتقنة سواء كانت ملفات سياسية أو ملفات اجتماعية. ولذلك أعتقد أن مبادرة العفو الملكي عموما هي واحد الباب الأمل الذي يمكن أن نفتح به عددا من الملفات سواء على المستوى الإنساني أو المستوى السياسي. أعجبك الفيديو؟ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات.